السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. النهارده احنا هنتكلم عن مكمل اول مره تسمعه في حياتك، واول مره تسمع ان في مكمل كده اساسا. ودي مكملات احنا ان شاء الله هنعملها في سلسله اسمها سلسله مكملات ما سمعتش حاجه عنها او ما تعرفش حاجه عنها، ودي هتبقى اول فيديو ليها. واول مكمل احنا هنتكلم عن ايه ان انت ما تعرفش حاجه عنه وما سمعتش حاجه عنه، اللي هو السبيرولينا. السبيرولينا ده مكمل ما سمعتش عنه، ما اعتقدش انت سمعت عنه قبل كده او قليل الاول اللي يسمع عنه. السبيرولينا دي ان شاء الله هنتكلم عنها في كل حاجه، هنتكلم عن هي ايه الفوائد بتاعتها، مميزاتها عن باقي المكملات، حاجات زي كده كتير ان شاء الله. تابعوني في اخر الفيديو ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله هتستفيدوا كتير. ايه هي السبيرولينا؟ السبيرولينا عباره عن طحالب بتطلع في الميه، طحالب عاديه، بتبقى حاجه نباتيه، بتاخد الطحن وبتتعمل لها كده كم يعني معالجه، وبعد كده بتبتدي تتصنع كم مكمل غذائي. كمكمل ان هو بيطلع في هيئه اقراص زي كده، الاقراص بتاعتها بتبقى عباره عن اقراص خضراء وبتبقى يعني صغيره كده. حتى كمان المكمل اللي معايا ده مكمل بيبقى يعني الجرعه بتاعته بيقول لك عشان تبقى تاخد اعلى بنفيت وتاخد اعلى فوائد تاخد 6 حبايات، 6 حبايات في اليوم. الحبايات بتاعته صغيره على فكره، مش كبيره زي المكملات الغذائيه الكبيره اللي هي بتبقى الطويله اللي عامله زي اللبوس دي، لا دي بتبقى صغيره. كمان المكمل اللي معايا ده بيبقى 600 حبايه. نسيت اقول لكم صح ان السبيرولينا يا جماعه للاسف ريحتها وحشه قوي، يعني ريحتها وحشه يعني. انت لو شميتها لاول مره هتبقى مش هتستلطفها، لان فعلا ريحتها مش قد كده. وكمان السبيرولينا بتيجي على هيئه حاجتين، يا اما هيئه اقراص يا اما هيئه سايل، يعني مش سايل اللي هو ميه، سايب، يعني بتبقى عباره عن زي الاعشاب الطبيعيه العاديه المفروكه كده، زي البهارات زي الكمون زي اليانسون وهكذا. من ضمن مميزات السبيرولينا ان هو اكل كامل، اكل سوبر فود. سوبر فود يعني غني بالاحماض الامينيه. اللي انت ما تعرفوش ان الفرق ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني ان البروتين الحيواني كامل الاحماض الامينيه اللي هو 9 احماض امينيه، البروتين النباتي بيبقى قليل شويه 6 7 على حسب كل نوع. السبيرولينا دي مع ان اكل نباتي بس مليان الاحماض الامينيه الكامله 9 احماض امينيه، فبيعتبر بروتين عادي زي البروتين الحيواني كده. نسبه البروتين اللي فيها من 55 ل 70%، يعني اعلى من اللحمه، بس طبعا انت مش هتقدر تاكل منها بنص كيلو بالكيلو، لان هي فعلا ما تقدرش تاكل ده كله. انت بتاخد منه حاجات بسيطه زي 6 حبايات او اللي هي في المكملات الغذائيه، او تاخد منه معلقه بكتير قوي او معلقتين في اليوم. فيها فيتامينات كتيره جدا زي فيتامين B12 B1 B2 B6 B12، وفيها فيتامين E وفيتامين C، فيها معادن زي الزنك زي الحديد زي البوتاسيوم زي الكالسيوم، فيها كذا حاجه ثواني، فيها كتير قوي ما شاء الله، يعني فيها نياسين، فيها بوتاسيوم، فيها بروتين، فيها كلوروفيل، فيها حاجات كتير قوي فعلا من ضمن الروشته بتاعتها او من ضمن السبيكس بتاعتها المكتوبه على العلبه. وكمان بتساعد الجسم ان هو يعمل ديتوكس اللي هو بيتخلص من السموم اللي فيه، زي من هيفي ميتلز، حاجات كده اسمها هيفي ميتلز، هنزلها صوره دلوقتي على الفيديو. وكمان من الراديشن اللي هي الاشعاعات اللي بتيجي عن طريق الكمبيوتر الموبايل عن طريق اي حاجه في جسم بيشع، فده طبعا بيأثر سلبي على جسمك. فطبعا السبيرولينا دي بتساعد ان هو يعمل ديتوكس، ان هو بيساعد ان هو يتخلص من السموم اللي فيه باسرع وقت بشكل دوري. من فوائد كمان السبيرولينا ان هو بروبيوتيك. بروبيوتيك يعني اللي هي اكل مفيد للبكتيريا النافعه اللي في الجسم. اي جسم بيبقى فيه مليء بالبكتيريا، فبيبقى فيه بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه، فده مفيد للبكتيريا النافعه اللي في الجسم، تبقى كويسه البكتيريا للجهاز الهضمي عشان تستعدك انك تهضم الاكل بسرعه وتمتص الاكل بسرعه، وبتساعد ان الجهاز المناعي يبقى قوي عندك، وبتساعد في كذا حاجه ثاني. دي مفيده لاكل، او ده اكل مفيد للبكتيريا النافعه اللي في الجسم. ومن ضمن فوائد كمان السبيرولينا اللي هي مفيده لتقليل الدهون، زي تقليل الدهون الثلاثيه او ال LDL اللي هو الكوليسترول اللي اتاكسد اللي هو الضار دلوقتي، فبتقلل الحاجات دي كلها، وكمان بتقلل اللي هو الفاتي ليفر او اللي هو الكبد اللي مليان بالدهون، بتقلل الدهون اللي عليه عشان يشتغل بطريقه احسن شويه. فدي بتبقى حاجه مفيده جدا السبيرولينا اللي هي بتقلل اي نوع من الدهون اللي انت تتخيلها، اللي هي الدهون زي ال دي ال اللي هي الكوليسترول اللي هو اللي اتاكسد اللي هي الحاجه الضاره، والدهون الثلاثيه، وكمان الفاتي ليفر اللي هي بتاعت الدهون بتاعت الكبد. وكمان من فوائد السبيرولينا اللي هي بتقلل الالرجيك اللي هي الحساسيه، وكمان بتقلل من ضغط الدم وبتظبط الجسم شويه، ان هي دي بتقلل من الحساسيه اكتر. الناس اللي بتقلل من الحساسيه والهستامين والكلام ده دي بتقلله كتير. انا برده كان عندي شويه حساسيه كده شويه، فبقيت استخدم السبيرولينا دي على فكره، بستخدمها بقالي 2 شهر دلوقتي، فالموضوع اتحسن كتير قوي،
وفعلا فعلا الدنيا اتحسنت. وكمان من فوائد السبيرولينا في الاداء الرياضي ان هي بتحسن بنسبه 20 ل 30% في الاداء الرياضي بنسبه اقوى، ان انت تقدر تدي باور واقوى في التمرين بخصوص السبيرولينا. على فكره صح، انا من الناس اللي انا بستخدم السبيرولينا دي وبنزل الجيم وفعلا حسيت بفروقات كتير قوي. انا بستخدم كذا مالتي فيتامين ومن ضمنهم السبيرولينا، فعلا فعلا غذاء كويس جدا ومكمل فعلا فعلا محترم وفعلا فعلا مكمل التسويش عنده. وكمان تقدر ان انت كمان ان السبيرولينا بتساعدك انك تحرق دهون اكتر، فانت بالتالي بتاخد باور اكتر في الجيم او في التمارين، وبالتالي بتطول اكتر في التمرين، فبالتالي بيطلع اداء احسن في التمرين. استعملها ازاي؟ انا عن نفسي المكمل اللي معايا ده بستخدمه 6 حبات في اليوم، باخد مثلا 3 الصبح و3 مثلا قبل التمرين عشان ابقى كده خدت الفايده الكامله منها. في لو هو بقى سايب ممكن تاخد معلقه الصبح مثلا اول ما تصحى من النوم، عامله زي معلقه الشاي دي او اكبر شويه، وتحطها وتغليها وتشربها على طول او تبلعها على طول بقى. انا لما جربته في المكملات للاسف المكمل للاسف ريحه الاسبرولينا مش حلوه، يعني مش هتعجبك قوي في الاول، بس خلاص اتعودت عليها، بقيت اخد الثلاثه كده وابلعهم على طول لان الحبات صغيره جدا، فالموضوع يعني ايه سهل كتير، وبقيت ان انا اتعود على الريحه كتير، واتعودت على اللي انا ايه اخدها على طول بسرعه يعني، وخلاص اتعودت على الريحه كتير بتاعه الاسبرولينا، عشان فعلا المكمل ريحته مش قد كده. بس كده يا جماعه، وحبيت ان انا اقول لكم كل حاجه عن الاسبرولينا. لو اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، لو عايز تسال على اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، وانا هحاول بقدر الامكان ان انا اقلكم لينك لشراء الاسبرولينا دي اونلاين، وهحطها لكم في الديسكربشن ان شاء الله، هحاول اعملها لكم. بس كده، واتمنى ان حضرتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا الواحد بيتعب والله عشان يجيب لكم المعلومات. فاتمنى حضرتك بس ما تبخلش عليا بان انت تشترك معايا في القناه وتعمل لي لايك على الفيديو ده لدعمي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سوشيالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.